الرحمن الرحيم. تحية لإيطاليا، الحضور الكريم. إن حضورنا اليوم كل واحد منا، كل من يحضر في هذا منذ سنوات، كل من يحضر هنا منذ سنوات فهم بمثابة حراس، حراس غدوة النضال لتظل مشتعلة وليكون النور الذي في آخر النفق، إلى أن يلتحق جميع المترددين وجميع المصابين باليأس من الأساتذة. نحن هنا اليوم لإيصال هذه الرسالة الواضحة بأننا سنظل صامدين إلى أن يتحقق المطلوب. الوزارة اليوم أمام خيارين، إما مواصلة الهروب إلى الأمام وسياسة استدعاء واستيراد البرامج والمناهج وسياسة الصفر الإصلاح بصفر درهم، أو كما نطالب دائما في بياناتنا بتبني عهد جديد وتسطير عهد جديد للتصالح قبل الإصلاح، للتصالح مع الأساتذة وإنصافهم عبر الاستجابة الفورية والعادلة لجميع مطالب الفئات التعليمية، بدءا بخارج السلم وبالترقية لكل خريج السلم العاشرة من خريج السلم التاسع، ثم حق الإدماج وباقي حقوق الفئات في الساحة التعليمية. ولا يفوتنا أن نحيي أو نهنئ أنفسنا على المبادرات الجديدة للوحدة التي أنا أوانها كي تضم تحت لوائها كل الفئات وكل الشغيلة التعليمية. وتحية لإيطاليا، نجدد التحية والشكر للإطارات النقابية الداعمة للشغيلة التي تحضر معنا دائما، وندعو من جديد إلى رأس الصفوف واستغلال هذه الفرصة للالتفاف حول المطالب الشغيلة وعدم تفويت فرصة هذه الفرصة التاريخية. وتحية لذلك.